غادي نجيب لك واحد البريوات بالكروفيت والروز. غادي نحتاج ورقه ديال البسطيله والروز مسلوق ومصفي، واحد ربع ديال الكروفيت يعني على حساب الافراد. ونحتاجو الزيتون مقطع اولا الشامبينيون مقطع اللي بغينا مشحل شويه. غادي نحتاجو شويه ديال العطريه ديال الحوت، وشويه ديال الحامض مصير، وشويه ديال الهريسه. غادي ناخدو الكروفيت ديالنا، غادي نغسلوه مزيان بالحامض ونشحلو في شويه ديال الزبده، ونضيفو له داك العطريه ديال الحوت وداك الحامض مصير والشامبينيون، ونشحلو كاع المكونات مع بعضياتها حتى تصفى لينا مزيان من الماء، ونضيفو لهم كاس ديال الرز، كاس ديال الرز داك العادي اللي سلقناه مع شويه ديال الملح، ونصفوه مزيان، ونضيفو لداك الكروفيت اللي بغينا واحد الطعمه ديال البنه، وغادي نضيفو له داك الرز ونخلطو هاد المكونات مع بعضياتها ونعمرو الورقه ديالنا. يعطيك الصحة تبارك الله عليك الزهر، شكرا لك بزاف على هاد الاقتراحات اللي وجدتي لنا، ساهلين وبساط وفي متناول جميع السيدات.